كيف نستفيد من هذا الاسم الشريف لتحقيق هدف الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. الإمام سيد الشهداء لماذا خرج ليقتل؟ لهدف. ما هو هذا الهدف؟ في زيارة الأربعين نقرأ: ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا هدف سيد الشهداء. كيف نستفيد من اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لتحقيق هدفه؟ الشعائر الحسينية كلها لها تأثير كبير في هداية الآخرين إلى طريق أهل البيت، ولكن هناك نقص موجود. الشعائر الحسينية نصف القضية. الشعائر الحسينية بحاجة إلى تكملة، بحاجة إلى نصف ثاني. ما هو هذا النصف الثاني الذي إن جعل مع الشعائر الحسينية، هذه الشعائر الحسينية تهدي ملايين وملايين وعشرات الملايين من الناس إلى طريق أهل البيت، بل مئات الملايين من الناس. هذا النصف الثاني الذي نفتقده كثيرا ما هو تفسير الشعائر الحسينية. الشعائر الحسينية ممارسات عملية عادة. الممارسة العملية لها تأثير، ولكن تأثير الممارسات العملية في هداية الآخرين ضعيف عادة. كل الممارسات العملية هكذا، كل الشعائر الدينية هكذا. يعني الصلاة مثلا، الصلاة من الشعائر الدينية، صلاة الجماعة من الشعائر الدينية، حج بيت الله الحرام من الشعائر الدينية، ليس هكذا؟ الصلاة لا تهدي الناس عادة إلى الإسلام. هو يراك أنت تؤدي أعمالا معينة. ما هو تفسير هذه الصلاة؟ لا يعلم. الصلاة شعيرة، صلاة الجماعة شعيرة، الحج شعيرة. هذه الشعائر تهدي الناس إلى طريق الإسلام عادة لا، إلا القليل من الناس الذي هو يفكر، الذي هو يتتبع. أكثر الناس ليسوا هكذا. الحج بحاجة إلى تفسير، الصلاة بحاجة إلى تفسير. إن جعل التفسير مع الصلاة، هذه الصلاة تكون مؤثرة في الناس. لماذا نصلي؟ لماذا هذه الأعمال؟ لعله، أنا لا أقول، الفقهاء يقولون من أفضل الشعائر الإلهية هي الشعائر الحسينية، أي من أفضل شعائر الله. الشعائر الحسينية لها ميزة من بين الشعائر الدينية، أنها ترتبط بعواطف الناس، ولذا هي الشعائر الحسينية تهدي الناس. الشعائر الدينية عادة لا تهدي، أما الشعائر الحسينية لأنها مرتبطة بالعواطف هي تهدي. ولكن هداية الشعائر الحسينية للناس هداية ناقصة، يعني لقليل من الناس. لعل الشعائر الحسينية لو أفردت لوحدها تهدي 10% من الناس، 20% من الناس، إن نشرنا شعار الحسينية فقط. أما إذا جعلنا مع الشعار الحسينية، إن جعلنا مع الشعار الحسينية تفسير هذه الشعار، شعيرة التطبير، ننشر هذه الشعيرة للعالم، لعله بالفعل هي شعيرة مرتبطة بالعواطف، حركة عجيبة، هذه الشعيرة هي تهدي بعض الناس، ولكن لعلها تهدي 20% إن نشرناها في كل العالم. أما إن أضفنا إلى شعيرة التطبير تفسير شعيرة التطبير، لماذا هؤلاء يطبرون؟ لماذا هؤلاء يجرحون رؤوسهم؟ لأن هذا الشيء حدث بشخصية مقدسة قديسة، بشخصية عظيمة إلهية قبل سنوات طويلة. لأن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام خضب بدمه الشريف. إن جعل هذا التفسير مع هذه الشعيرة، تأثير هذه الشعيرة في هداية الناس في تحقيق هدف سيد الشهداء ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، يكون تأثيرا كبيرا جدا. لماذا؟ لأنك بهذين معا، بالشعيرة وبتفسيرها، أوصلت الناس إلى سفينة الحسين. خلص اتركه، أنت عليك أن توصل الناس إلى سفينة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هو يهتدي، أكثر الناس يهتدون إن وصلوا إلى الإمام الحسين، إن عرفوا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يهتدون، قل من الناس المعاندين يبقون فقط.
الذي يؤدي التطبير أو أي شعيرة حسينية هذا يؤدي واجبه، الباقي علينا. هو أدى نصف القضية، أنا وأمثالي علينا تأدية النصف الثاني، تأدية تفسير هذه الشعيرة. هذا على الخطباء الكرام، هذا على العلماء، هذا على أصحاب الإعلام، الإعلاميين من المؤمنين، هذا تكليفهم. أن هذه الصور، هذه المقاطع من الفيديوهات، هذه الأفلام التي تصنع، هذه ينشرونها إلى كل العالم ويفسرونها للعالم. عند ذلك ترى أن هذا الهدف المقدس للمولى سيد الشهداء يتحقق. الاستفادة، نستفيد من اسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لتحقيق هذا الهدف، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة.